خلال هذا البرنامج تعلمت بعض المهارات الأساسية لحتى أقدم لأي شغل سواء كان طاقة شمسية أو غير طاقة شمسية. تعلمت كيف أني أجهز سي في، كيف أقابل لأي وظيفة. بعدها التحقت في نفس البرنامج لأنظمة الطاقة الشمسية، تعرفت على تقريبا بعض المصطلحات الأساسية اللي تساعد الإنسان يفهم هذا النظام. بعد ما انتهيت من هذه الدورة قدمت تدريب نقابة لأحد الشركات المرموقة في هذا المجال، هي شركة متخصصة في تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وأيضا في التدريب التحقت فيها. طبعا أول ما دخلت لهذا المجال عملوا لي مقابلة، كانت المقابلة صراحة وبكل صدق كانت الدورة اللي أنا أخذتها، جدا فخورة إني أخذت هاي الدورة، وإن شاء الله من تقدم لتقدم، وإن شاء الله إني أجتاز وأخذ أيضا دورات ثانية في هذا المجال.